مشاهدينا أينما كنتم أهلا بكم إلى متابعة نشرتنا الإخبارية وهذه عناوينها. في اجتماع خماسي حول زيادة في الأجور، التوصل إلى اتفاق في القطاع الخاص وشبه اتفاق في القطاع العام. مركز تصفية الدم بمستشفى قبلي عجز في التجهيزات ونقص فادح في الخدمات. واكتشاف جزيرة قوريا والترويج لها سياحيا من خلال الأكلات الشعبية. انعقد اليوم بقصر قرطاج اجتماع خماسي ضم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة لحبيب الصيد ورئيس مجلس النواب محمد الناصر ورئيسي المنظمة الشغيلة حسين العباسي ومنظمة الأعراف وداد بوشماوي. وتوصل الخماسي إلى اتفاق في القطاع الخاص سيقع إمضاؤه نهاية سبتمبر الحالي، كما تم التوصل في القطاع العام إلى شبه اتفاق سيقع استكماله وإمضاؤه نهاية هذا الأسبوع. وكان الاجتماع الخماسي الأول انعقد يوم 18 من أوت المنقذي ببادرة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي للتباحث حول الوضع العام بالبلاد، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. خلاصة الأعمال هذه هو كون اتفقنا على أن المفاوضات في بين القطاع الخاص إن شاء الله بعزيمة الجميع وكذلك أيضا بنظرتنا الوطنية نعتبر أنه سينتهي إن شاء الله في آخر سبتمبر. يبقى في الميدان العام، أنا أوافق وأن التقدم اللي سرنا فيه في المدة هذه فيما يخص الزيادات في الأجور وسواء كان في الميدان الخصوصي أو في الميدان العام، يعني احنا تقريبا شبه الاتفاق حصل. يبقى بعض الجزئيات لأن يلزم الاتفاق يكون مدقق وبالآجال وكذلك أيضا بالمبالغ التي تمنح لهذا الصنف أو للآخر، ولهذا أنا اليوم وبحضور كل الأخت وكل الإخوان نأكد ونعلم ونوجه رسالة للشعب التونسي وأن في الطريق السوي وأن إن شاء الله يعني من هون لآخر الأسبوع فيما يخص القطاع العام يعني سيقع إمضاء اتفاقية بدون رجوع إلى رئاسة رئيس الجمهورية لهذا الاجتماع. في خبر آخر، قامت عناصر إرهابية تابعة للعناصر المتمركزة بجبال ورغاء الليلة الماضية بالسطو على متجر كائن بمنطقة عين النجمة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف وفق ما ذكره مصدر أمني. وأوضح المصدر ذاته أن العناصر الإرهابية استولت على كمية من المواد الغذائية والمؤونة ثم لاذت بالفرار. يذكر أن هذه المجموعة داهمت منذ 4 أيام دوار أولاد عيار بمنطقة لحزيم استولت على كميات مماثلة من المواد الغذائية قبل أن تتحصن بالجبال المجاورة التي يرجح أن تكون مجموعة إرهابية تتكون من 15 عنصرا قد لجأت إليها منذ أشهر. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم أن رئيس الحكومة لحبيب الصيد قرر تعيين الحسين حامدي واليا على باجة خلفا لعاطف بوغطاس. يشار إلى أن عاطف بوغطاس قد عين واليا في باجة في إطار حركة الولاة التي أعلنها رئيس الحكومة في 22 من أوت الماضي بعد أن كان واليا في الكسرين. في الملف الصحي والطبي، يشكو قسم تصفية الدم بالمستشفى الجهوي بقبلي من اكتظاظ مستمر ونقص الأدوية حتى أصبح غير قادر على استقبال مزيد من المرضى، معضلة يأمل المصابون بالقصور الكلوي في تجاوزها بإحداث مركز جديد لتصفية الدم بدوز. متوجها من ولاية قبلي إلى أحد مراكز تصفية الدم بمدينة توزر الهادي، ورغم عناء وطول المسافة إلى أنه يسعى إلى الوصول ليحظى بإجراء الحصة الثالثة للتصفية. ضغط كبير ياسر في مستشفى قبلي، كثرة المرضى برشا معناها بصفة كبيرة، ولت الطب معناها الحل الوحيد اللي نجم يعملوه هم خاطر ما همش سلطة إشراف، الحل الوحيد أنهم ينقصوا الحصص للمريض.
المركز العمومي لتصفية الدم بقبلي، ورغم ما يقدمه من خدمات إلا أنه بات عاجزا عن استقبال وافديه. كلمة سيرشاج نحسها شوي بالنسبة للحالة اللي قاعدين نعيشوا فيها في قسم تصفية الدم بالمستشفى جيهو بقبلي، تو أكثر من 70 مريض وطبيبين بركة، نضطروا أن الماكينة اللي من نورمال مون تخصص للحالات الاستعجالية نصفوا على التصفية الدورية، ودي مشكلة الاكتظاظ. نقص الأدوية والنقل وبعض المشاغل الأخرى تزيد في عناء حامل هذا المرض. نقص في الدواء، فما دواء مش ما نلقوش فيه، ساعات نضطر أن نشروه، ساعات الإمكانيات ما تسمحش باش نشري الدواء ذاك. مركز تصفية الدم بدوز والذي سيفتح أبوابه في القريب العاجل ربما سيمثل حلا لأبناء الجهة. ثم مشروع جاري إن شاء الله يرى النور في أقرب الأوقات باش يتم أحداث المركز هذا في دوز، هذاك باش يخف العبء على المستشفى جيهو بقبلي وعلى القطاع الخاص. العمل على تطوير قطاع تصفية الدم وتدعيمه خاصة بالإطارات الطبية والشبه طبية وخلق مراكز خاصة قد تسهم في إيجاد توازن لتقديم أفضل وأحسن الخدمات لمرضى القصور الكلوي بولاية قبلي. وفي صفاقس لم يتم تنصيب المدير الجديد للمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بعد أن شهدت ساحة المستشفى حضورا لحشود من أعوانه رفضا لهذا التنصيب. الرفض يأتي على خلفية صفة المدير الجديد العسكرية. هذا هو المشهد الغالب على ساحة المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة اليوم في انتظار تنصيب مديره الجديد، تنصيب يرفضه أعوان المستشفى لصفة المدير العسكرية. مستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة مؤسسة صحية عمومية مدنية، لا يمكن يشرف عليها إلا إطار مدني، وهذا مع كل احترامنا وتقديرنا للأسرة العسكرية والمؤسسة العسكرية نحترموها ونحييها، أما إحنا مستحيل أن نحن نقبل بإدارة عسكرية في مؤسسة عمومية، حتى داخل هذا لا يمكن لذلك. إحنا نعتبره اللي موقفنا يندرج ضمن أحكام الدستور كونه الدولة مدنية، والدولة بمكوناتها المدنية بما فيها التسيير والوظيفة العمومية وما إلى ذلك. اليوم احنا قرار تسميت عقيد على رأس مستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة نعتقدوه رسالة خاطئة وقرار خاطئ، وجب على وزارة الصحة أن تتراجع عليه. ويرى الأعوان المضربون أنه كان من باب أولى إدخال إصلاحات في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة على اعتبار ما يعانيه من مشاكل. جهة صفاقس منذ 20 سنة تعاني معناه من صعوبات جمة، أكثر من 2 ملايين مواطنين يتوافدوا عليها، 2 سبيطارات فقط، بالرغم اللي اليوم العاصمة فيها ما يقارب 13 PS 6 سبيطارات متخصصة، حري بجهة صفاقس وحق جهة صفاقس اليوم باش يكونوا 4-5 مستشفيات جامعية من الحجم الكبير بالتخصصات الكبرى باش نجموا نحكيوا على انه فما معالجات حقية. الاف العمليات قاعدة تتأجل، اليارام عنده عام مسكر، اكثر من 1 مليار السبيطار خسر، الراديو لاباريدو متاع سال ديرجونس. في نفس السياق اعلن اعوان المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة دخولهم في اعتصام مفتوح رفضا لتنصيب المدير الجديد، في حين لم يؤثر ذلك على نسق الخدمات الصحية المزداد في المستشفى. في موضوع آخر، منعت قوات الأمن الوطني اليوم عددا من المحتجين من تنظيم مسيرة بالشارع الرئيسي بمدينة سيدي بوزيد للتنديد بقانون المصالحة الاقتصادية، وكان عدد من مكونات المجتمع المدني وممثلي المنظمات الجهوية قد تجمعوا أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل استجابة لدعوة الاتحاد الجهوي للمعطلين عن العمل للتعبير عن رفضهم قانون المصالحة الاقتصادية، حيث رفعوا العديد من الشعارات مطالبة بالعدالة الاجتماعية والتشغيل وإسقاط الحكومة. كما عبر المحتجون بالمناسبة عن رفضهم قانون الطوارئ لمنعهم من حق التظاهر على حد تعبيرهم. وقع ما يسمى ببلوكاج للمسيرة، وكان هناك كر وفر، كان هناك بين المحتجين وقوات الأمن، للأسف هناك بعض الاعتداءات على بعض المناضلين مثل نادر الحمدوني، في اعتقادنا هو مصالحة بين طرفي الفساد، هو محاولة للمصالحة مع الفاسدين ضد أبناء الشعب.
كما نفذت مجموعة من ناشطي المجتمع المدني والسياسي صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية توزر تحت شعار مانيش مسامح، تعبيرا عن رفضهم قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي اقترحته رئاسة الحكومة. واعتبر عبد القادر طبابي عن حركة الجبهة الشعبية بالجهة أن قانون المصالحة يهدف إلى مزيد تفقير الفئات المهمشة من الشعب، منددا بالحضور المكثف لأعوان الأمن لمنع الوقفة الاحتجاجية، رغم أن قانون المصالحة يستهدف في جانب منها رجل الأمن بصفته مواطنا على حد قوله. من جهته شدد الكاتب العام الجهوي لاتحاد المعطلين عن العمل عمار مساترة رفض قانون المصالحة، معتبرا أن أعداء الثورة يريدون الرجوع بالبلاء إلى مربع ما قبل جانفي 11 2000، مضيفا أن قانون الطوارئ لا يلغي ما جاء به الدستور من حق التظاهر. إلى موضوع الساعة، حركية كبيرة يشهدها سوق المواشي بمدينة جابس مع اقتراب موعد عيد الأضحى الذي يتميز هذه السنة بارتفاع سعر الخرفان حسب المواطنين رغم وفرة العرض. الحركة أصبحت نشيطة بسوق المواشي بمدينة جابس، والكثير من المواطنين أجمعوا على ارتفاع ثمن الأضاحي رغم وفرة العرض. لا عمل ضرب سوق غالي العلوس، مش نشري وحيد قرنا بخسر منه، قال لي 250. هي العلوس غالي تو، ماذا بينا نشوف لنا حل، معناها اما يستوردونا من برا ولا يرخصونا شوي، لان المواطن معش خلط. المواطن تعب، مرت به معناها عقب رمضان وعيد وانتري سكولار وقت كل انسان معش خلط معناها. في المقابل كان للفلاحين راي مخالف واكدوا ان الاسعار في المتناول. العلفه غالي، كل شيء غالي، شوف العلوش انت مثلا 550 ولا 520 مش غاليه، اي واحد ينجم يشري. بارت القرط ب 12 دينار، العصا في الليل ل 24 ساعه تبر في قريت. بالنسبه للفلاح حتى هم تكلف لهم العلفه غاليه والمواطن العلوش غالي. في عيد الاضحى لهذه السنه تبدو الاضاحي متوفره بما فيه الكفايه، ويبقى اعتدال الاسعار مشغل الجميع. وفي بادرة هي الأولى من نوعها، نظم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان سوق الأضاحي من المنتج إلى المستهلك، بادرة استحسنها الكثيرون رغم بعض المآخذ. الجانب التنظيمي مثل نقطة مضيئة في افتتاح سوق من المنتج للمستهلك لبيع الأضاحي بالقيروان. تلك كانت آراء المواطنين الذين جاءوا لاكتشاف الأسعار. بادرنا بأن نحدث سوق بالمنتج المستهلك حتى يعني نساعد الفلاح متاعنا باش يبيعوا بكل أريحية الأضاحي متاعهم، ومن جهة أخرى نساعد يعني مواطنينا وأهالينا بالقيروان أنهم يقبلوا على النقطة هذه اللي هي الوحيدة في القيروان. معناها أنا حسب مريت معناها باهي، حتى من الأسوان باهية، فهمتني، أمور منظمة كما هكا معناها حاجة باهية. السوم اللي فوت 40 كيلو ده اللي يولي 10500، أقل من 40 يولي 11500. الفلاحون والتجار ثمنوا بدورهم هذه التجربة التي رأوا فيها الكثير من الإيجابيات، لكن أسعار البيع لم تكن في مستوى تطلعاتهم. يلزم توفير العلوش ب 10 و5، ردوا ب 10000 هنا في الاتحاد، معناها أمور مظلومة، راهي معناها الفلاح خاسر، الفلاح ويعلم بها ربي، على الأقل الآخر اللي يبلي السعر والوزير الآخر يمشي به الواحد، ويا ربي يكون يخلص ربي وحده. استدير ب 25000، نهار تلقاه ونهار ما تلقاهش، الفلاح تعب ويجي معناتها بعد السوم يجي مكسروف السوم. في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها الأحياء والساحات نتيجة لعشوائية بيع الأضاحي، فإن هذه التجربة تعتبر نموذجية حسب جل الحاضرين. مع بداية الموسم الفلاحي بولاية جندوبة، صعوبات تعترض الفلاح منها انحباس الأمطار خلال شهري أفريل وماي الماضيين، مما أثر على كمية البذور والأسمدة. نقص البذور والأسمدة الذي رافق انطلاقة الموسم الفلاحي بولاية جندوبة والفيضانات التي اجتاحت الجهة وانحباس الأمطار خلال شهري مارس وأفريل إشكالية رافقت الموسم الفلاحي الحالي وأثرت على مردودية القطاع.
صعوبات كبيرة تعرض لها الفلاح في بداية الموسم، انطلق من غياب البذور، مشكلة في الأسمدة، الإجراءات الإدارية باش تحصل الفلاح على الأسمدة خاصة مادة اللامونيتر، الإجراءات كبيرة ياسر. بعدها زلنا مشكلة الفيضانات في شهر فيفري اللي الفلاح تكبد خسائر كبيرة، زيد بعد ذلك مشكلة الإجاحة اللي نقص الأمطار كان ملحوظ في شهر أفريل وماي. ارتفاع إنتاج عدد من المنتوجات على غرار الحليب والطماطم أجبر الفلاحين على إتلاف كميات من هذه المنتوجات في ظل نقص الترويج وغياب وحدات التحويل. إكسير تحليب في موسم يعني في الصيف اللي هي مستحيل يكبوا في الحليب، المعامل استغلوا الفلاح خذ عمل الكونترا من جانب واحد وزيد هز المنتوج وخذ عليه ضمانات يشاكي كميال ويزيد من بعد يخلص وقت يحبه، والتسعير اللي عملت عليه وزارة الفلاحة 147 ملي معناها ثم تودوا المعامل على 120 فرنك 110 فرنك. الفلاح اليوم أصبح ينتج في أكثر من لازم، أصبح عنده فايف في الإنتاج. اليوم نعرف اللي الطماطم تو طيشت، الطماطم هذه تشوف فيها ما لقيناش وين نبيعوه. قيم الموسم الفلاحي والاستعداد للموسم المقبل مثلت محور جلسة عمل ضمت مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع بهدف تلافي النقائص التي رافقت الموسم الحالي. الاستعداد للموسم معناتها القادم هو معناتها بدا الحقيقة من آخر جويلية. احنا حددنا معناها مستلزمات اللازمة من حيث البذور من حيث الأسمدة، تو الفلاح انطلقوا الحقيقة حتى في الحراثة وفي الإعداد للأرض. بالنسبة للبذور معناتها منسقنا مع الوزارة وموجودة معناها انتم الفلاحة كون البذور الممتازة والبذور العادية كلها معناها متوفرة، كذلك معناها البذور العادية متوفرة. وبالنسبة للأمونيتر والديابتي نعرفوا أن معناها مازال وقتها شوية وهي حاليا معناها التقديرات معناها موجودة. مع انطلاق عملية تحضير الأراضي لموسم الزراعات الكبرى يأمل الفلاحون أن تعمل الهياكل المعنية على تلافي الصعوبات التي رافقت الموسم الفلاحي الحالي. أرجعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نفوق كميات هامة من الأسماك على شواطئ رادس مبدئيا إلى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض منسوب المياه. ووفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم فإن مصالحها قامت بأخذ عينات من الأسماك النافقة ومن مياه القنال المؤدي إلى الميناء التجاري برادس لتحليلها. كما قامت مصالح الوزارة بحضور الشرطة العدلية وأعوان تراتيب البلدية بإتلاف الأسماك النافقة بعيدا عن القنال. في الملف التربوي، دعم التعريب في المواد العلمية أبرز ما دعا إليه ملتقى نظمته النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس في سياق إسهامها لإصلاح المنظومة التربوية. الطب هو أحد أبواب العلوم الذي استأثرت به اللغة الفرنسية في بلادنا بامتياز، وقد فاجأ الدكتور أحمد الذياب الحاضرين في هذا الملتقى بموسوعة طبية باللغة العربية كدليل على أن لغتنا الأم فيها متسع حتى لأدق العلوم وأكثرها حساسية. والمصطلحات أطمئنكم هي موجودة، وفي محاضرتي سوف أذكر بأن المصطلح العلمي خاصة وفي الطب بالأساس موجودة متوفرة، ناهيك أن هناك معاجم تعد ب 150 ألف مصطلح. كل هذه المعاجم بها عربية سليمة، عربية قادرة على أن نستعملها من المهدي إلى اللحد. الدكتور أحمد الذياب رفقة باحثين آخرين استضافتهم النقابة الجهوية لأساتذة التعليم الثانوي بصفاقس للحديث عن التعريب في المنظومة التربوية، تعريب يعيد للغة العربية مكانتها في المجال البحثي والحضاري. مرت تونس بتجربة في التعريب ونراها لم تنجح لعدة اعتبارات، ولذلك لابد من إعادة اعتبار اللغة العربية في المواد العلمية، ولا يمكن لمسألة التعريب أن تنجح إلا إذا تبنينا استراتيجية وخطة واضحة لسنوات حتى يستطيع المدرس أن يدرس هذه المادة العلمية باللغة العربية وبمصطلح دقيق. متى نهضت الأمة العربية؟ عندما عربوا العلوم في العصر الذهبي للأمة العربية في عصر المأمون عربت العلوم فنهضت، فكان ابن سينا وكان الفارابي وكان الفلاسفة والأطباء والرياضيين وغيرهم، ونهضت الأوروبية كيف نهضت؟ فرنجت تلك العلوم، يعني لم تأخذها عن اللغة العربية وإنما حملتها إلى لغتها فنهضت بها، وهذا هو الرهان الذي علينا أن نكسبه اليوم.
الملتقى الذي احتضنه مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس رده النقابيون مساهمة منهم في إصلاح المنظومة التربوية، وقد تزامن مع جلسة مفاوضات في العاصمة مع الحكومة حول مطالبهم الاجتماعية. تشتكي دار الثقافة بجمال من ولاية المنستير من عديد النقائص وغياب تجهيزات وبنية تحتية متردية، رغم ما يمثل هذا الفضاء الثقافي لأبناء الجهة من متنفس وحيد للترفيه والإبداع. دار الثقافة بجمال الملاذ الوحيد لشباب الجهة وأطفالها تشكو عديد النقائص من تجهيزات ومستلزمات تعيق المنخرطين فيها من التقدم في مشاريعهم. بتقدم المشاريع نسحقوا ديما البعض الأدوات الجديدة اللي تساعدنا في تنمية المشاريع متاعنا. براعم انخرطت في رابع الفنون، ضيق المكان واشتراكه مع نواد أخرى يمنعهم التدريب المنتظم. نقاوة معتها الركح مليان ترسينا نروحوا نرجعوا من غدوة، ما عندناش أماكن أخرى، يعني هذه أكثر حاجة لهنا، فما برشا نوادي لهنا ما عندناش حاجة أخرى. ما تنجمش تلقى الوقت اللي تنجم تلم فيه صغيرات وتخدم معهم الممثلين وتخدم معهم، فما بعض الصعوبات. الانفراستركتور بتاع دار الثقافة مام البنية التحتية ما هيش مستغلة كم يلزم. قلة الموارد المالية والبشرية بدار الثقافة بجمال دفعت بالمديرة لإشراك جمعية الجهة للمساهمة في أنشطة الدار. نعتمد برشا على الجمعيات، التعاون مع دار الثقافة والجمعيات الأخرى باش نوفروا حاجياتنا للنوادي، ونتمناو احنا من الوزارة اللي هي تعطي اهتمام اكثر للنوادي الاختصاص، لخاطرها هي اللي باش تأم الشباب وهي اللي باش تحتضنهم. القاعة الكبرى هذه والباب الخلفي هذوما تبناو عام 1964 بمجهود شعبي، وعام 2005 وقعت فيها حريق كبير، كل الآجر المصبوب به ترشق، ما قعد حتى شيء، يعني تشوف فيها الحجم هذا الكل مهزوز على 10 سنتي من الصب، مياه قاعد يتسرب من زبس من زوج جوان من هنا، وفما تحرك للصب. دار الثقافة بجمال تفتقر الفضاء بقدر ما تفتقر إلى صيانة وترميم ومعدات ينتظر روادها أن ينتفعوا بها قريبا حتى تكون بحق ملاذهم الإبداعي والثقافي. المعلم الأثري الكسور بمدنين فضاء تاريخي وسياحي بامتياز، لكن هجر سائح لهذا الفضاء تسبب في ركود نشاط قرية الحرفيين. المجتمع المدني من جهته يسعى إلى إيجاد الحلول ليستعيد هذا المعلم بريقه. المعلم الأثري الكسور بمدنين يعود تاريخه إلى قرون، يحكي تاريخ حضارة قديمة استقطب في فترة سابقة عديد الحرفيين واستقبل عديد السياح، لكن اليوم أصبح حرفيوه يعانون الركود في منتوجهم لأسباب عدة. كانوا فوق 70 حانوت مكسورهم كلهم مسكرين، وكلهم جماعات عالي في نفس الموضوع، ما عادش قدين متحملين عصابنا، ما عادش تحملين حانوت مطيشة بسلعتها ملاينة مطيشة، وهذه المشربة هذا مسكر ما لقيتش باش نخلص. النصاب الفوضيين هذنا كسرونا هم الضربة الأولى، الشارع ما عادش يتحمل لكار لكهرباء لحاجة، السياح هربوا علينا بالطريقة هذه. ولإعادة مكانة هذا المعلم وتفعيل دوره السياحي، نظمت جمعية حقنا بمدنين يوما إعلاميا بشأن عرض مشروع تحت عنوان لنحمي موروثنا التقليدي. حملة مناصرة من أجل خلق مسلك سياحي في مدنين يتعدى من الكسور، ومعرض وطني قار في الكسور. تفعيل المسلك السياحي وإنشاء معرض وطني للصناعة التقليدية بصفة دورية أهداف تفاعل معها الحاضرون من مكونات المجتمع المدني، ولتحقيقها يجب قبل ذلك حل عراقيل أخرى. 4 سنوات بعد الثورة ما ثم حتى مد يعني إيد مساعدة للصناعة التقليدية، عبارة بأن انكسر فيه أكثر من 73 محل حرفي، اندثروا توحاليا عندي تقريب 4. للأسف أن بعض مبادرات وبعض معناها مشاريع في النطاق هذا لم تنجح سابقا، لأن فما بعض عدة مشاكل، مشاكل عقارية، مشاكل خاصة مع الحرفيين مع البلدية. أهداف إن تحققت ستعيد الحياة لهذا المعلم الأثري العريق. إلى ولاية المنستير تظاهرة ثقافية سياحية بجزيرة قوريا الصغرى نظمتها أمس جمعية النهوض بالتنمية المحلية بالجهة. الهدف منها تعريف بالموروث الثقافي للأكلات المحلية بمدينة المنستير والتشجيع على السياحة الداخلية.
حبا للاكتشاف والتعرف على جزيرة قوريا تجمع سياح وسكان مدينة المنستير استعدادا للإبحار للمشاركة في تظاهرة الأكلات المحلية لمدينة المنستير بجزيرة قوريا. كان هدفها الأساسي أولا التحسيس الإيكولوجي اللي من خلاله حبينا يعني نبينوا يعني نظهروا الثقافة وأهمية الثقافة الإيكولوجية وكذلك المحافظة على البيئة. الوصول إلى جزيرة قوريا رافقته أجواء احتفالية بمشاركة فرق شعبية فيما انهمكت العائلات في تحضير الأكلات الشعبية كالكسكسي بالشركاو وشواء أصناف مختلفة من الأسماك. مستير والجزيرة قوريا بالذات عجبتني برشا التظاهرة وإن شاء الله كل عام هكا التعاود. بالرغم باللي كل عام نجيو القوريا معناها أما سنة جينا مع التظاهرة ذي بالذات باش نشوفوا الأكلات معناها اللي ما نعرفوهاش أكلات تاع المستير. الأجواء باهية وفرحوا بنا ونحاولوا احنا نلموا التوانسة ونوعيهم سيختو كوتي إيكوتوريزم. بارك الله كوسكي بالشركه وشي قش عليك ماكله ماكله دار فني حوت فواح بنين. ان شاء الله تكون هذه تولي ديستيناسيون وكولابوراسيون ما بين الجمعيات تصير تعاون تولي العباد تجي هنا تلمت برشا حباب عندنا برشا ما لناهمش واكسكرسيون مزيانه وان شاء الله ديما هكا ان شاء الله تونس ديما بخيرك. اهداف اجتماعيه للتعارف وتلاقي العائلات وسياحيه للتشجيع على السياحه الداخليه والاهتمام بجزء من الموروث الحضاري للمنطقه. ما البعد الاجتماعي كونه العائلات اجتمعت معناتها في فطور مع بعضها صحيح العباد تعرف بعضها الداخل ولكن اليوم في سفر معناتها تلاقاو مع بعضهم. تظاهره الاكلات الشعبيه بمدينه المنستير بجزيره قوريا فضاءات نرح للمتعة والإفادة وللتشجيع على السياحة الداخلية والمحافظة على التراث. وفي الختام نذكركم مشاهدينا بعناوين نشرتنا. في اجتماع خماسي حول زيادة في الأجور التوصل إلى اتفاق في القطاع الخاص وشبه اتفاق في القطاع العام. مركز تصفية الدم بمستشفى قبلي عجز في التجهيزات ونقص فادح في الخدمات. واكتشاف جزيرة قوريا والترويج لها سياحيا من خلال الأكلات الشعبية. نشكر متابعتكم وفي أمان الله.